في إطار سعي المغرب لتوسيع شبكة بنيته التحتية وتعزيز تواجده على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية، يعتبر مشروع ميناء الداخل الأطلسي واحدا من أبرز المبادرات التنموية التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد البحري المغربي. بموقعه الاستراتيجي على الساحل الأطلسي في الصحراء المغربية، يعتبر ميناء الداخل الأطلسي ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية، فهو يهدف إلى أن يكون محطة رئيسية تربط المغرب بالأسواق الإفريقية والدولية، بما يعزز التجارة والاستثمار. يمتاز هذا الميناء بقدرته التشغيلية العالية، إذ سيضم مرافق متعددة تشمل محطة نفطية وأخرى متخصصة في الأسماك، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة في المنطقة. على غرار ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، يهدف ميناء الداخلة إلى تسهيل حركة البضائع والخدمات، لا سيما المنتجات البحرية التي يتميز بها الساحل الجنوبي. من المتوقع أن يساهم الميناء في جذب استثمارات دولية وتعزيز البنية التحتية الصناعية، حيث سيكون ميناء الداخلة بوابة المغرب نحو إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا، مما يفتح آفاقا جديدة للتجارة العالمية. ميناء الداخلة الأطلسي ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية المغرب 2030 في تعزيز التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية.